بركاته. أنا أم جيهان، بنية كتقرأ في الجامعة سنة ثانية من ماستر القانون الجنائي. أنا كنكافح مع هاد البنية. مهم أنا من أول ما تزادت وأنا كنعاني معاها، نديها ونجيبها من العام اللي دخلت فيه التحضير وأنا كندير معاها أنا وباه. ودابا باه مسكين الله رحمه توفى، كان تمني منها أمنية باش تخدم، كان كيدافع عليها، قال لها بنتي أنا بغيتك غير دير مستقبل وتخدمي، ولكن الحمد لله الله يرحمه ويوسع عليه. ودابا انا اللي مكمله معاه هذا العام، كنديها وكنجيبها كنتمحن معاه. ودابا بغيت هذه البنيه الالتفات لصاحب الجلاله محمد السادس نصره الله، ان زعما يشوف هاد البنت المصره بانها مسكينه باغا تخدم وباغا، ولكن الغالب الله الحمد لله. هذا هو الهدف ديالي. هي كتقول كان انا مهم درت قريت وكافحت، ولكن بغات تخدم باش مسكينه هي باش تعيش. انا واحد النهار يجي واحد النهار غادي انا نمشي وغتبقى هي الوحيده. الامنيه ديالها هي قالت انا بغيت ندير مستقبل راسي. هذا وكناشد اي مسؤول كبير في هذه الدوله وراسهم صاحب الجلاله محمد السادس نصره الله ان يلتفت لهاد البنيه. راه ما بيناش، راه كتاخذ شاده الاجازه بالمونسيون، شاده الباك بالمونسيون، مهم معروفه في المدينه تسطات بزاف 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 بزاف، ولكن ما بيناش لان مسكينه هي زعما ما كاينش مني وقف معاها والوقف معاه هو الله سبحانه وتعالى. وانا زعما ما نكذبش عليك، انا غير امراه ما كندير الميناج غير باش نعيشها وندير لها مستقبلها. هذا هو الطلب ديالي الوحيد. المهم ها هي حداكم كتشوفوا فيها، انا دابا جدتها على غفله جيت باش تقرا. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي. ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.